بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا وسهلا بيكم في محاضره جديده من محاضرات الاستشعار من بعد. احنا يمكن المره اللي فاتت كنا حكينا عن موضوع التصنيف، وكنا عرفنا ساعتها ان كان من ضمن طرق التصنيف ان انا كنت بدي زي علامات، زي اماكن انا عارفها او حاجه اسمها ريفرنس. فانا كنت بدي للالجوريزم شويه معلومات عن التريننج، يعني هو بيستعملها في حاله التريننج، او يعني بيستعملها في حاله السوبرفايزر كلاسيفيكيشن ان هو بيتعلم منها. وعرفنا ان في شويه برامج هي اللي بتعمل الكلام ده، زي كده مثلا زي ما قلت لك هنا بيوضح الفئات اللي انا كنت اخترتها. الحقيقه انا عاوز ارجع الى الناتج النهائي. الناتج النهائي بيطلع لك صوره متصنفه زي ما انت شايف، الحتت اللي فيها ميه، الحتت اللي فيها زراعات، الحتت اللي فيها جبال، الحتت اللي فيها صخور، الحتت اللي فيها رمال، الحتت اللي فيها مباني وهكذا. طبعا هو ده الناتج النهائي. فطبعا اليوزر بيقدر يحدد يعني او يقدر يستخدمها في اي حاجه، قد يكون في التخطيط، قد يكون مثلا في اتخاذ قرار معين، قد يكون ان هو يحتاج يدخلها الى جي اي اس اللي هو جيوغرافيك انفورميشن سيستم، يستفيد بيها بطريقه معينه. طيب ده اللي كان ناتج النهائي الخالص بتاع التصنيف، سواء كان سوبرفايزد او سواء كان ان سوبرفايزد. النهارده الحقيقه هنتكلم عن الساتلايت والاوربتس. النهارده تعالى نشوف موضوع الاقمار الصناعيه، انواع الاقمار الصناعيه ايه. احنا في عندنا الحقيقه ثلاث انواع من انواع الاقمار الصناعيه. اول نوع اسمه جيو، خلي بالك بس من المسمى جيو، معناها ارض او مكان معايا. سينكرونوس يعني معناها واحد متوائم مع المكان، يعني هو باستمرار واقف على مكان معين. طبعا ده هيتطلب، خلي بالك سينكرونوس ده معناها انك انت يعني لحظيا هو واقف في نفس المكان جيو، خلاص. يبقى المقطعين دول يوضح لك ان هذا القمر الصناعي واقف على مكان معين لغرض او لاخر، قد يكون اغراض مدنيه، اغراض مونيتورنج، يعني مثلا مراقبه بيراقب مكان، حته فيها مثلا كارثه معينه، فالقمر الصناعي محتاج يقف، او هو يعني قد تكون الجهه اللي مطلعاه موقفاه في حته معينه. من الحقيقه معظم الحاجات دي ما يعني ممكن طبعا تستعمل في الاغراض المدنيه او الاغراض العسكريه، انما الخلاصه ان هو يعني متخذ مكان معين. بعض الحين بيسموه جيوستيشنري، يعني المهم يعني ان هو بيسلط على مكان معين، في يعني في حته مثلا معينه هو ايه بيبقى واقف عليها. خلي بالك ان ده كده في الحاله دي لازم يعني لازم يبقى له حسابات معينه، سواء كان دريفن يعني قصدي يعني هو مسير، او اذا كان اندريفن يعني شغال على الجرافيتي. في الحالتين لازم حساباته تتحسب. نوع تاني اسمه بولر او نير بولر، وده بيعدي بالقطبين زي ما انت شايف في الرسمه كده، بولر او نير بولر، يبقى مايل سنه كده زي اللون ده، زي اللون الاحمر كده. النوع التاني نفس القصه، بس بدل ما يبقى على المكان يبقى على الشمس، يعني هو بيصور في المكان بحيث ان الشمس تكون عند مين تايم معين، عند وقت معين. يعني مثلا هو كل ما يمشي يروح عند مدينه تكون عندها الساعه 10 صباحا. الله، طب هو دي عملوها ازاي؟ عن طريق حسابات. فالاوربتس بتحسب حساباته بناء على هذا القصه دي. فزي ما قلت لك سينكرونوس ديت معناها ان سينكرونوس معناها انك انت متلازم مع الارض او مع المكان، او متلازم مع الشمس. اوكي طيب تمام كده، انت عرفت يعني الانواع الاقمار الصناعيه. طبعا دي اللي هي ايه الانواع بتاعه. في نوع اسمه ايكوتوريال، بس طبعا زي ما قلت لك ده برضو يعتبر يعني عكس البولر. اذا كان البولر بيعدي على قطبين، فالايكوتوريال بيعدي على عند خط الاستواء، عند دائره الاكويتور. تمام، سواء كان ده او ده، طبعا كل واحد فيهم بيبقى له استعمال. خلي بالك ان الارض نفسها ميله على محورها. خلي بالك الارض نفسها يا جماعه ميله بزاويه 27 درجه 23 دقيقه تقريبا في الحدود دي يعني. فزي ما قلت لك هتلاقي في حسبه هنا، هتلاقي الامر الصناعي دي كده ليه شويه مسارات.
يعني هتلاقي القمر بيعمل مسارات مثلا، يعني زي مثلا في حاله مثلا لاندسات هنشوف المنظر بيبقى شايف بيبقى عامل ازاي، يعني مش بيجوا كلهم على بعض. احسن واحد يقول لك لا الارض مش ثابته، زي ما القمر الصناعي برضو بيلف برضو الارض بتلف، فبالتالي بيعمل وورب يعني عارف بيعمل ووربنج. ماشي. في عندنا حاجه مهمه جدا في حاله الاوربت، في عندنا شويه مصطلحات، في حاجه اسمها بيرجي وحاجه اسمها الابوجي، يعني النقطتين دول اقرب وابعد نقطتين في المدار للارض معايا. طبعا ده زي ما قلت لك دول لازم يتحددوا ويتحسبوا ويشوف كل واحد فيهم هيبقى موجوده فين، دي هتبقى موجوده فين هي بلد، واخد بالك؟ طبعا لاغراض معينه زي ما قلت لك. ماشي. زي ما قلت لك في شويه بقى في شويه معطيات لازم تكون يعني لازم نكون احنا عارفينها، اللي هي خصائص الاقمار الصناعيه، من ضمنها الاوربيتال بيريود، يعني هو ياخد قد ايه عشان ياخد دوره كامله معايا. خلي بالك احيانا معظم الاقمار الصناعيه بتبقى 24 ساعه، مش تبقى عارف، على اساس ان هو يعني اذا كان النوع دوت جيو ستيشنري، يعني هو لازم يروح، يعني خلي بالك برضو عشان تعمل دوره كامله يعني تايم تيكن باي تو كومبليت وان ريفولوشن، دوره كامله. ما بقولش يرجع لنفس المكان، خلي بالك ما بقولش نفسي ما يرجع لنفس النقطه بتاعته هو مش بتاعت الارض، لان هو طبعا زي ما قلت لك المسار بتاعه يعني منحني شبه دائري، فيروح ويرجع لنفس النقطه في امتى؟ خلاص معظم الاقمار الصناعيه اللي هي جيو ستيشنري، هي جت تاني الكلمه اهي، تبقى غالبا تبقى 24 ساعه. الالتيتيود طبعا ده اللي هو الارتفاع، ارتفاع الاقمار، ارتفاع القمر الصناعي، الهايت بتاعه. زي ما قلت لك ارتفاع الاقمار الصناعيه طبعا حسب المدار بتاعك انت تشوفه هتحطه فين، وزي ما قلت لك المدار مش ثابت، خلي بالك الالتيتيود ده قد يكون لحظي معايا، قد يكون بعض الاحيان طبعا بيبقى لحظي، زي ما قلت لك الارض نفسها مش متساويه في سطحها مش متساوي، زي ما قلت لك الامر الصناعي احيانا بيبقى فيه شويه حيود عن يعني قصدي المسافه مش ثابته، طبعا ده ناتج من ان قوه جذب الارض الامر الصناعي مش ثابته، في حتت فيها قوه جذب عاليه، حتت فيها قوه جذب اقل، طبعا ده زي ما قلت لك الارض مش هوموجينيس، وتوزيع المعادن المغناطيسيه فيها او الكتله بتاعتها مش متساويه مش موزعه بانتظام، يعني مش مضروبه في خلاط وكلها نوع واحد. طبعا لو كانت الارض هوموجينيس كان هيبقى ايه؟ ها؟ هيبقى المدار بتاعها هيبقى ثابت. طيب الانكلينيشن زي ما قلت لك هو الاوربت مايل بزاويه كام على محور الارض. طبعا البولر بتبقى 0 و90 في حاله الايكويتور في حاله الايكوتوريال. طيب كده انت عرفت الالتيتيود والابوجي والبرجي الانكلينيشن النادير والجراوند تراك اند زينس. النادير هي يا جماعه هو تقاطع، هو هي نقطه اولا على فكره دي زي التصويريه بالظبط، دي نقطه بتبقى على سطح الارض تمام. لو ان حصل ان خيط شغول وقع منها واخد بالك، يعني سقط من القمر الصناعي يعني هينزل على الارض فين، هي دي اسمها النادير بوينت. خلاص زي ما قلت لك جراوند تراك ده عباره عن نقطه النادير دي تبقى مكانها فين على الارض، اللي هي زي ما تقول هو مثلا مركز التصوير هيبقى موجود فين، هيمشي فين على الارض. بالمناسبه حدود الارض حدود الصوره على الارض اسمها فوت برينت، هي طبعا ما فيش رجل ولا حاجه، هي المفروض هي اسمها جراوند يعني جراوند مثلا جراوند كفرج، انا زي ما قلت لك هم بيسموها فوت برينت ساتلايت فوت برينت، هو اساسا مش ارض ولا حاجه، قصدي يعني ما عندوش رجل بس هم بيسموها كده، عاوز اسميها برينت بس ما فيش مشكله، بس هي بيسموها بيقول لك بصمته على الارض اسمها ايه. طيب السواث انجل طبعا زي ما قلت لك هي الزاويه اللي طبعا السواث انجل احيانا القمر الصناعي بيبقى مثلا بيعمل حركه او يعني عارف بيبقى عرض الشريحه اللي هو بيصور بيها، شايف واخد بالك؟ السواث انجل هي الحته دي واخد بالك. طبعا زي ما قلت لك الحقيقه أمر صناعي يعني مختلفه في الحته دي، طبعا في انواع اكروس تراك وفي حاجات الونج تراك. المهم السايد لاب والاوفر لاب احنا كلنا عارفينهم
موضوع التداخل الامامي والتداخل الجانبي، احنا الكلام ده كله ايه عارفينه، عارفين المساحات التصويريه. طيب في حاله لما يكون عندي قمر صناعي متوافق مع المكان، هو بيتصور بيتحط بحيث انه يفضل مسلط على مكان معين معايا. زي ما قلت لك مش هخش قوي في التفاصيل بتاعت النقطه دي، زي ما قلت لك حساباته تبقى حسابات مسبقه، واخد بالك. طبعا البولر معروف ان كده البولر او سواء كان سيمي بولر ولا حاجه هيعدي بالقطبين، وزي ما قلت لك الاورب بتاعه 90 درجه انكلينيشن زي ما قلت لك، واخد بالك. طبعا زي ما قلت لك احنا هنا هو زاويه الانكلينيشن هو بيقيسها من دايره الاكويتور، معلش هي من الحقيقه مش من محور الارض، لا من دايره الاكويتور. اذا هو 90 درجه، اذا معنى هو ان الاكويتوريال الامر صاعد الاكويتوريال اللي زاويه الانكلينيشن بتاعته زيرو بالنسبه للاكويتور. خلي بالك عشان في عندنا حاجه اسمها الديكلينيشن، بس طبعا الحاجه دي في الفلك دوت غير الانكلينيشن. اوكي ماشي. طيب طبعا ده منظر بيوضح لك شكل الاوربت على الارض معايا، اهو بيسميها هو جراوند تراك، بعض الكتب بيسميها الفوت برينت. المهم اللي هي البصمه الارضيه بتاعت القمر الصناعي هيعمل ايه. لاحظ ان في حتت ما يعني مش بتتصور في الدوره دي، قد تصور في الدوره اللي بعدها او اللي بعد بعدها، زي ما قلت لك زي ما هناخد بعد كده حاجه اسمها تمبورال اكيورسي. هنا بيحكي عن موضوع السايكل، وطبعا كلمه الريفيزيت بيريود. ريفيزيت بيريود بنسميها بعض الاحيان بنسميها التمبورال اكيورسي، اللي هي عدد الفتره الزمنيه التي تمر حتى يقوم القمر الصناعي بزياره نفس المكان معايا. طبعا بعض الاقمار الصناعيه تبقى 14 يوم 12 يوم 11 يوم زي ما قلت لك مش في نفس الدوره. هنا بشرح لك كل خصائص كل نوع وبيشتغل ازاي، وطبعا في شويه امثله سواء كان القمر الصناعي صاحب المكان الواحد او صاحب الوقت الواحد. معظم الاقمار الصناعيه بتاعت الارث ريسورس بتبقى ايه من نوع اللي هو الصن سيركلونس، يعني متوافق مع الزمن مع الوقت الشمسي بتاع المدينه اللي هو ايه اللي هو بيزورها. ماشي. طبعا هنا في عندك شويه امثله كتير جدا، ده كان بخصوص موضوع الساتلايت انواعها ايه، انواعها من حيث التصنيف بتاعها. ماشي. شويه خصائص مهمه جدا الحقيقه. اول حاجه هي السبيشال ريزولوشن. السبيشال ريزولوشن احنا عارفين الصور اقمار صناعيه صور رقميه، يعني اذا هي عباره عن بيكسلز، قيمه البيكسل على الصوره مش هو ده المهم، انا يهمني هو يقابل كام على الارض، هي اسمها السبيشال ريزولوشن. بعض الاحيان بيسموها جيومتريك ريزولوشن، مثلا لاندسات مثلا 30 في 30 مثلا، مش عارف سبوت 15 في 15 مش عارف مين 10 في 10. في حاجات طبعا هاي ريزولوشن، في حاجات بتوصل لحد متر في متر، وحاجات 77 سم في 70 سم على حسب. طبعا في حاجات بتاعت الويذر بتوصل بالكيلومترات حسب ما نشوف. اذا سبيشال ريزولوشن عرفنا احنا يعني ايه كلمه سبيشال، خلاص. اللي بعدها سبيكترال. الاول بس تعال نشوف السبيشال عشان تعرف برضو منظرها عامل ازاي. الصوره طبعا بتبقى اقول لك رقميه، الصوره بتبقى رقميه. البكسل الواحد، البكسل الواحد بتقابله زاويه كام اهو، شايف الاول اهو عشان تبقى عارف كل نقطه من الصوره دي اسمها بكسل. على الارض تبقى كام، هنا هنا بقت 1 متر، شايف البيت اتمثل بكام بكسل، شايف. فحتى ما تبقى 5 متر تبقى كذا، شايف المنظر بيبقى عامل ازاي. اذا معنى كده ايه، ها كده انت عرفت يعني ايه كلمه جراوند ريزولوشن، خلاص. هنا التصنيف بتاعها طبقا للجراوند ريزولوشن او السبيشال ريزولوشن الى لو ريزولوشن سيستم، اللي هي البكسل بتاعتها واسعه، وميديوم وهاي ريزولوشن وفيرا هاي ريزولوشن تصل الى سنتيمترات. طبعا هنا كاتب لك امثله لكل واحد فيهم، وبان تقروهم في حاجات، يعني مثلا من امثله الهاي الفيرا هاي ريزولوشن وورلد فيو 2 مثلا، الهاي ريزولوشن مثلا نقول مثلا ايكونوس، الميديا مش عارف الهندسات، اللو ريزوليوشن زي مثلا نوا بتاع الويذر. الحاجات دي كلها زي ما قلت لك تتقري، طب انت عارف يعني يعني نوع كل واحد فيهم. ماشي. هنا الراجل بيدي لك امثله على اكتر من نوع بتاع ريزوليوشن. يبقى انت كده دلوقتي عرفت
الجزئيه اللي هي بتاعه، معذره احنا كنا قلنا الريزولوشن اهي خلاص، سبيشال ريزولوشن عرفتها خلاص. وفي بقول لك البكسل بيقابله زاويه كام، دي اسمها انستينيوس فيلد اوف فيو ماشي. يبقى هنا ايه، هنا الزاويه اللي عند السنسور دي كام ماشي ماشي. اذا هي بتقابل هي بتقابل بكسل خلاص. في حاجه اسمها فيلد اوف فيو من غير كلمه اي، الفيلد اوف فيو دي تبقى الصوره كلها معايا. هنا هو بيقيسها للسنسور الواحد، السنسور نفسه يعني نقطه واحده، انما تبقى الصوره كلها يبقى اسمها فيلد اوف فيو ماشي. انما انستينس فيلد اوف فيو ده معناه كل بكسل ماشي. في نقطة تاني اللي هي السبيكترال ريزوليوشن. سبيكترال ريزوليوشن معناها الرينج بتاعك، أنت بتصور في أنهي رينج؟ هل أنت في الريد ولا في الجرين ولا النير انفراريد ولا البلو ولا إيه الوضع بالظبط؟ ده اسمه سبيكترال ريزوليوشن. ده بيساعد على إن التفاصيل تبان يعني ولا لأ. زي ما قلت لك السبيكترال ريزوليوشن مهمة جدا في النقطة دي، إنك أنت بتقسم الويف لينث إلى كام بند؟ هل ممكن تقسم الجرين الى بندين ولا بند واحد حسب اللي انت عاوزه، حسب الدقه وحسب التطبيق اللي احنا قلنا. امثله كتير جدا بتوضح طبعا. خلي بالك الحاجات دي مكلفه جدا، انك تخلي السنسور ان هو انك انت الرينج نفسه تقسمه الى 2 سنسور او 3 سنسور، مثلا جرين تحط فيه سنسورين ولا مثلا 3، البلو او مثلا الانفراريد. معظم الاقمار الصناعيه المالتي سبيكترال بتخلي الانفراريد متعدده، لان هي حقيقه تاثيرها كتير جدا يعني. الاشياء بتختلف التفاعل بينها وبين الانفراريد بطرق مختلفه. فلو انت عاوز تعرف حاجات كتير حط في الرينج بتاع الانفراريد سنسورز كتير خلاص. مش هنخش بقى في حته اقسام الانفراريد، زي ما قلت لك في عندنا اللي هي السوير او الشورت ويف انفراريد، وفي عندنا ال ان اي ار نير انفراريد، والميديوم والثيرمال انفراريد، الحاجات دي كلها. المهم اي ما يكون، هنا بيوضح لك شويه صور معايا، بيوضح لك كل سنسور معايا. احيانا بيركب سنسورات على بعض، زي ما قلت لك خدنا حاجه اسمها فولس كلر كومبوزيشن اف سي سي، او حاجه اسمها ترو كلر كومبوزيشن. هنا بيوضح لك لاند سات تي ام 3.21، بيوضح لك التركيب بتاع السنسورز. هنا 7 و5 و4، بند 7 و5 و4 بتاع لاند سات تي ام خلاص. المهم كده انت عرفت الجزئيه بتاعتنا اللي هي بتاعه التمبورال اكيورسي، اسف بتاعت السبيكترال ريزوليوشن. يبقى انت عرفت ايه هي السبيكترال ريزوليوشن. في عندنا يعني انواع اقمار صناعيه الحقيقه بتشتغل بحاجات كتير. في يعني في عندنا اقمار صناعيه شغاله هاي ريزوليوشن وكمان مالتي سبيكترال، بس يعني زي ما قلت لك حاجات دي غاليه جدا. عاوزين بس نخش في حته التمبورال اكيورسي. في عندنا الحقيقه في نقطه مهمه جدا، زي ما قلت لك احنا خدنا دلوقتي خدنا السبيشال ريزوليوشن وخدنا السبيكترال ريزوليوشن، دلوقتي نتكلم عن التمبورال ريزوليوشن اللي هي الفتره الزمنيه التي تمر حتى يقوم الامر الصناعي بزياره نفس المكان، دي اللي هي التمبورال. طب انما الراديومتريك، الراديومتريك هي عدد الليفلز، يعني كل نقطه تتمثل بكام لون، دي اسمها راديومتريك ريزوليوشن. راديومتريك ريزوليوشن يعني الصوره الواحد بت يبقى فيه ابيض اسود، زي ما انا قلت لك قبل كده، الحته دي احنا شرحناها قبل كده. في عندنا لو الصوره 8 بت يبقى عندك 256 لون، من صفر لحد 255، الكلام ده قديم، وهكذا وهكذا وهكذا. اذا ده اللي هو راديومتريك ريزوليوشن. كده احنا شرحنا الاربعه، سبيشال حجم البكسل على الارض، سبيكترال ريزوليوشن كام سنسور في ويف لينث معين معايا، التمبورال اكيورسي التمبورال ريزوليوشن الفترة الزمنية التي تمر حتى يقوم القمر الصناعي بزيارة نفس المكان، راديومتريك ريزوليوشن عدد الليفلز التي تمثل لبكسل واحد، يعني عدد الالوان ماشي، او عدد الجري ليفلز، او عدد او قيمة الديجيتال نمبر كام ماشي، حسب طبعا نوع الصور. انا بشرح لك بتاع احيانا بيسموها على فكرة ديناميك رينج. المهم الخلاصة كده انت عرفت ايه راديومتريك ريزوليوشن، بشرح لك الصورة هتبقى ازاي، الابيض هيبقى قيمته بكام. لو الصورة واحد بت يبقى الابيض قيمته بواحد، والاسود بصفر، الاسود صفر في كل الحالات، انما الابيض
لو الصوره 2 بت هيبقى قيمتها ب3، 2 اس 2 ب4 يعني من 0 لحد 3، يبقى الابيض بكام؟ ب3. طب 8 بت 2 اس 8 ب256، يبقى من 0 لحد 255، يبقى الابيض بكام؟ ب255. 2 اس 10 او 10 بت يبقى 1024، يبقى الابيض بكام؟ 23، عشان من 0 لحد 1023 وهكذا. ماشي، بيوضح لك الفرق ما بين الصور وحسب الدقه بتاعتهم. حته واضحه جدا وسهله جدا، مفيش فيها اي مشكله. خلاص، تمر الريزولوشن احنا قلناها، خلاص عرفنا ان هو المكان الذي يمر ايه الفتره الزمنيه التي تمر حتى يقوم الامر الصناعي بايه بزياره نفس المكان. هنا برضو احنا عاوز يحكي معانا في حته التطبيقات بقى هتبقى ازاي. احيانا بتعمل تطبيقات لدراسه اللاند يوز، استخدامات الاراضي، تمبورال التغير الزمني، يعني الغطاء الارضي بيتغير، حته زرع اتزرعت، حته اتصحرت، حته اتبنت. مونيتورنج اوف دايناميك ايفنت لايك ايه بقى؟ ها، سايكلونز، فلود، فولكينوز، الايرثكويك اللي هي الزلازل والبراكين والغرق والحاجات دي كلها. كده انت عرفت اللي هي دي اللي هي، وهو بيتكلم على تطبيقات الحاجات دي في ايه. زي ما قلت لك هنا بشرح لك مثال لقصه الغرق، بيدرس الغرق باستخدام الاقمار الصناعيه، باستخدام الريموت سنسنج. هنا بيدرس لك التغير الزمني، بيسموها تشينج ديتكشن، على ازمنه مختلفه طبعا، حته معينه بيصورها في اكثر من شهر، شهر يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر، وبيقعد يراقب ايه اللي بيحصل في الارض. طبعا زي ما قلت لك الحته دي بتتزرع وتتحصد، وحتت مش عارف بتتعري من الغطاء الاخضر تتحول الى تربه وهكذا وهكذا. ماشي، كلمه اف سي سي احفظها، فولس كلر كومبوزيشن، احنا واخدناها قبل كده. طبعا عكسها تي سي سي، ترو كلر كومبوزيشن. ماشي، باقي الحاجات الحقيقه احنا مش عاوزين يعني الحتت دول الحقيقه ايه لقراءه، يعني مش عاوزين نسيب الموضوع الاساسي ونمسك في حاجات تفاصيل زياده. الافضل ان احنا نعرف المواضيع الاساسيه بتاعتنا. انا كده الحقيقه النهارده خلصت، ان شاء الله المره الجايه هناخد الديجيتال ايمج، الاستراكشر بتاع الديجيتال ايمج، وان شاء الله هتكون هي ديت اخر محاضره باذن الله. كان معكم دكتور احمد سراب عبد الحميد، هندسه المطريه، جامعه حلوان. شكرا.